في صدارة ترتيب دوري الشمال يتربع نادي عمدان الحرية أعرق نوادي الشمال السوري المحرر، وذلك بعد فوزه الثالث على التوالي على نادي كل الرياضي بثلاثة أهداف دون مقابل. اليوم لعبنا المباراة الثالثة لنا بالدوري السوري الحر، الحمد لله حققنا انتصار على نادي كل العريق، كان الفريق ممتاز إن شاء الله، يعني على المستوى إن شاء الله يعني نأخذ دوري إن شاء الله، نوعد جماهيرنا إنه الدوري لنا إن شاء الله. احتضن ملعب مدينة إدلب الصناعي مباراة الناديين ضمن الجولة الثالثة في دور الدرجة الأولى لفئة الرجال، وافتتح اللاعب عامر الشامي باب التسجيل في الشوط الأول، ثم أضاف علي حابون هدفين اثنين في أواخر الشوط الثاني. نحن نادي عمدان اليوم لعبنا الأسبوع الثالث في الدوري العام وفزنا على نادي كلي 3-0، وصار مجموع النقاط اللي حصدناها في المباراة 3-9 نقاط، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله في الصدارة ومتابعين في نفس الأسلوب ونفس الوتيرة، وكل مباراة بنلعبها نعتبرها هي مباراة نهائية بالنسبة لنا مشان ما ننظر إلى الوراء طاول. بهذه النتيجة ابتعد نادي عمدان في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن فريق النهضة الليرمون، فيما تجمد رصيد نادي كلي عند النقطة الواحدة بخسارتين وتعادل، وبانتظار نهاية مباراة الجولة الثالثة لتحديد ترتيبه. كان في عنا لعب اليوم نحن مع نادي عمدان بغض النظر عن الفريقين التقال بصراحة، ولكن الخبرة تغلبت عن الشباب بصراحة، خبرة نادي عمدان كانت يعني أكثر من خبرة اللعيبة اللي عنا، في بصراحة كان عنا شوي ضعضعة بالمراكز. هو الدوري الأكثر تنظيما حتى الآن في الشمال السوري، ويبدو ذلك جليا في منافسة التي ما زالت على أشدها لاقتسام الصدارة.